خلي يطلع لي كم عدد الوفيات بمستشفى العدان مقارنة مع المستشفيات الأخرى. أسوأ مستشفى. ليش كثرة الأمراض مستشفى العدان؟ أكثر عفواً مستشفى فيه أخطاء طبية هو مستشفى العدان. كم الأخطاء الطبية بمستشفى العدان مقارنة بالمستشفيات الأخرى؟ ليش الأخطاء الطبية موجودة بمستشفى العدان؟ وحالة حالات الوفيات مستشفى العدان أقدم مستشفى بالكويت مع الأسف، وأكبر مستشفى وأسوأ مستشفى الآن. أكثر الوفيات مستشفى العدان. ليش؟ ليش؟ مفروض ما تتكلم وانت عدرة واحد. مستشفى العدان روح شوفه. خذيت جرثومة خبيثة، أخطر جرثومة مرت على فرنسا.